بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهدائنا الأبرار الذين قضوا في سبيل الحرية. أنا الملازم عدي العلي من مرتبات الفرقة التاسعة لواء 52 ميكا من مدينة الرستن، وهذه بطاقتي. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري الذي تحولت مهمته من حماية الوطن إلى قتل الشعب وإذلاله. وأعلن انضمامي للجيش السوري الحر كتيبة خالد بن الوليد، وذلك للأسباب التالية. أولاً، إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم. ثانياً، قيام وحدات من الجيش والأمن مدعومة بالشبيحة بنهب البيوت والمحال التجارية. ثالثاً، القيام بقتل كل عسكري لا يطلق النار على المتظاهرين عند إعطاء الأمر بذلك. وأنا بدوري أناشد الجيش العربي السوري من ضباط وصف ضباط وأفراد بالانشقاق عن هذا الجيش الذي تحول إلى ميليشيات لحماية بشار الأسد وعصابته، والانضمام إلى الجيش السوري الحر. عاشت سوريا حرة أبية، ويسقط بشار الأسد. أنا المجند أسامة الطقس من مدينة الرستن. أعلن انشقاقي عن الجيش والانضمام إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا المجند ربيع المصري من مدينة حمص. أعلن انشقاقي عن الجيش والانضمام إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا الرقيب المجند بلال الضعيف من مدينة حمص. أعلن انشقاقي وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا المجند عبد الرحمن منصور من مدينة الرستن. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد. أنا المجند عبد المؤمن جنيد من مدينة حمص. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى كتيبة خالد بن الوليد.